موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. استشهد 3 من مقاتلي إسراء الدفاع عن بنغازي في قصف لطائرة ميليشية حفتر بمنطقة الرقطة بعد السيطرة عليها أمس حسب قيادي بسرايا. أفاد منصور الفايدي القيادي بإسراء الدفاع عن بنغازي قناة النبأ بأن المقاتلين تمكنوا من غنم آليات عسكرية بمنطقة الرقطة، موضحا أن مقاتلي سرايا تحصلوا على سيارة وقود معبأة وأربع سيارات عسكرية تحمل أسلحة متوسطة، إضافة إلى 3 سيارات إسعاف كانت تستعملها ميليشيات حفتر لنقل جرحى الاشتباكات في المحور الغربي لبنغازي. قال مسؤول مكتب الإعلام بمجلس شورى مجاهدي درنا محمد المنصوري إن طيران ميليشيات حفتر قصف المحطة البخارية ومبنى سلعة تموينية غربي المدينة. المنصوري وفي تصريح للنبأ قال إن خسائر مادية لحقت بالمبنيين. من جهته قال مكتب الإعلام بالقطاع الكهرباء في المدينة قال إن الأضرار المادية كبيرة، حيث أدى القصف إلى قطع كوابل الكهرباء والخطوط المغذية للمحطة. سيطر مقاتلو مجلس شورى بنغازي على نقاط بمحور العمارات الصينية بمنطقة قنفودة بحسب مصدر من مجلس شورى الثوار. المصدر أضاف أن المقاتلين غنموا دبابتين أثناء تقدمهم بالمحور، مؤكدا إجبارهم تحت المدفعية الثقيلة على الانسحاب. وفي السياق ذاته قالت وكالة بشرى الجناح الإعلامي لإسرائيا إن مراسلهم أكد مشاهدة انسحاب عربات مسلحة ودبابة من العمارات الصينية. أغلق محتجون غاضبون مفترق طريق 20 من رمضان 11 يونيو سابقا بطريق الشط بالعاصمة طرابلس جزئيا احتجاجا على الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، وامتدت الاحتجاجات إلى مقر شركة ليبيانا التي اقتحمها المحتجون قبل أن يغادروها. الجدير بالذكر أن مدينة طرابلس تتعرض لساعات طويلة من طرح الأحمال تجاوزت 10 ساعات يوميا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.